أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، أو صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا. الليلة هي ليلة الخامس من شهر ربيع الأول لعام 1440 للهجرة، وتشاهدون أمامكم هلال شهر ربيع الأول. سمي بذلك لأن تسميته جاءت في الربيع فلزمه ذلك الاسم. والربيع عند العرب ربيعان، ربيع الشهور وربيع الأزمنة. فربيع الشهور شهران بعد صفر، ولا يقال فيه إلا شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر. وأما ربيع الأزمنة فربيعان، الربيع الأول وهو الفصل الذي تأتي فيه الكمأة والنور، وهو ربيع الكلأ، والربيع الثاني وهو الفصل الذي تدرك فيه الثمار. وقد جاء في تسميته بهذا الاسم عدة روايات، منها أن العرب كانوا يخصبون فيه ما أصابوه من أسلاب في صفر، حيث أن صفرا كان أول الشهور التي فيها الإغارة على القبائل عقب شهر الله المحرم. وقيل بل سمي كذلك لارتباع الناس والدواب فيه، وفي الشهر الذي يليه ربيع الآخر، لأن هذين الشهرين كانا يأتيان في الفصل المسمى خريفا. وتسميه العرب ربيعا، وتسمي الربيع صيفا، والصيف قيضا. وهناك رأي يقول أن العرب كانت تقسم الشتاء قسمين أطلقوا عليهما الربيعين، الأول منهما ربيع الماء والأمطار، والثاني ربيع النبات، لأن فيه ينتهي النبات منتهاه، بل إن الشتاء كله ربيع عند العرب من أجل الندى. وفي الحقيقة كان الربيع عند العرب ربيعين، ربيع الشهور وربيع الأزمنة. فربيع الشهور شهران بعد صفر، وهما ربيع الأول وربيع الآخرة. وأما ربيع الأزمنة فربيعان، الربيع الأول وهو الفصل الذي تأتي فيه الكمأة والنور، وتطلق عليه العرب ربيع الكلأ، والثاني هو الفصل الذي تدرك فيه الثمار، ومنهم من يسميه الربيع الثاني، ومنهم من يسميه الربيع الأول كسابقه. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نتحدث عن الأحداث التي حدثت في شهر ربيع الأول. وأخيرا، إن أعجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.